إذن مستمعينا الكرام، أولى الفقرات اللي غنبداو بها حلقتنا لليوم هي نصائح رمضانية، واليوم غادي نقدموا لكم نصائح باش نشجعوا الأطفال ديالنا على الاستيقاظ للسحور. إذن أول حاجة علينا نعلموها للأطفال ديالنا اللي بغينا نيدهم السحور أو اللي بغينا يشاركونا في رمضان في عملية الصيام، هي عملية النوم المبكر باش يقدروا ينوضوا في السحور وهما في قمة النشاط ديالهم. ايضا شاركيه في اختيار وجبة السحور قبل ما يمشي ينعس، هادشي غادي يشجعه على انتظار الوجبة ديال السحور باش يتذوقها ويعرف المذاق ديالها. ايضا طلبي من الابن ديالك او من الابنات ديالك يساعدوك في تحضير الطعام، في حال يسخنوا الخبز مثلا او ينقلوا الاطباق او مثلا يدوقوا لك مثلا شي اكله او شي طبق، هادشي غادي يخليهم مستمتعين في وجبة السحور او في ساعة الاستيقاظ ديالهم للسحور. ايضا ما تنسيش تذكر الاولاد ديالك بالفضائل ديال السحور وان الله سبحانه وتعالى والرسول بجوج حثونا على السحور. واخر حاجة معنا اليوم سمعنا الكرام هو نأخر الوجبة ديال السحور حتى للساعة الاخيرة النهائية من الفجر، غادي يكتشف الطفل ديالك بنفسه انه قادر على تحمل الجوع والعطش خلال النهار بعكس العائلتك قدم وجبة السحور في منتصف الليل مثلا. اذا يا مستمعين الكرام كان هذو النصائح اللي ممكن نقدموها لكم باش تشجعوا الاطفال ديالكم على الاستيقاظ في السحور، وبالفعل حاولوا ما امكن مع الاطفال ديالكم تشجعوهم باش يتسحروا وباش يصوموا معكم هذا الشهر الفضيل.